الرئيس السيسي يتابع الخطوات التنفيذية للبرنامج القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي. وزيرة الصحة تستقبل الدفعة الأولى من لقاح فيروس كورونا وتؤكد توفير شحنات أخرى خلال الفترة القادمة. وزير النقل يعلن وصول خامس قطار مترو أنفاق مكيف جديد. موجز الأخبار من تلفزيون النهار، أهلا بكم. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربية. كما اجتمع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزراء البترول والمالية والتجارة. المزيد في سياق هذا التقرير. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد طارق عامر محافظ البنك المركزي والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور محمد معيط وزير المالية والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض الخطوات التنفيذية للبرنامج القومي لتحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وقد وجه السيد الرئيس بمنح حافز نقدي ملائم للمواطنين من مالكي السيارات المتقادمة والراغبين في إحلالها بأخرى جديدة تعمل بطاقة الغاز، وذلك كدعم للإجراءات التمويلية للتعاقد. كما وجه السيد الرئيس أيضا بتنظيم معرض متكامل للمركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي باشتراك كبرى الشركات العالمية المصنعة للسيارات، يتضمن أحدث ما تم التوصل إليه في هذا المجال. استقبلت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد أمس الدفعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة سينوفارم الصينية بمطار القاهرة الدولي قادمة من الإمارات. وأوضحت الوزيرة أن مصر تشهد يوما تاريخيا، موجهة الشكر للرئيس السيسي لحرصه على توفير لقاح فيروس كورونا للشعب المصري، ومؤكدة أن مصر أول دولة إفريقية تحصل على لقاح فيروس كورونا. ولفتت الوزيرة إلى أن الأولوية في توزيع اللقاح وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية ستكون للأطقم الطبية العاملين بالقطاع الصحي بمستشفيات العزل والصدر والحميات، بالإضافة إلى مرضى الأورام والفشل الكلوي وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة. وذكرت الوزيرة أن تلك الشحنة أولى الشحنات ضمن عدة شحنات متتالية سيتم استقبالها تباعا خلال الفترة القادمة، مؤكدة توفير اللقاح بالمجان وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي، لافتة إلى أن التعاقد مع التحالف الدولي للأمصار واللقاحات جافي للحصول على المزيد من اللقاحات. أعلنت وزارة الصحة والسكان أمس عن خروج 207 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 104281 حالة. وأوضحت الصحة أنه تم تسجيل 445 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملية للفيروس، كما لفتت الوزارة إلى وفاة 22 حالة جديدة. أعلن وزير النقل كامل الوزير وصول خامس قطار مترو أنفاق مكيف جديد ضمن صفقة تصنيع وتوريد 32 قطارا مكيفا جديدا. وعقد وصيانة القطارات لمدة 8 سنوات تم التعاقد عليها للعمل بالخط الثالث للمترو بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة هيونداي روتيم الكورية الجنوبية. وأشار وزير النقل إلى أن هذه الصفقة تأتي في إطار الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية بتطوير منظومة النقل في مصر وفق أحدث النظم التكنولوجيا العالمية. نظمت وزارة الداخلية العديد من الفعاليات التي تؤكد حرصها على مراعاة حقوق الإنسان. المزيد في سياق هذا التقرير. نشاط كبير وخطى ثابتة تخطوها وزارة الداخلية على طريق تفعيل دورها الإنساني والاجتماعي في دعم كافة فئات المجتمع بمبادرات إنسانية تطلقها وتفعلها
وتتسم بالاستمرارية. وتزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، نظمت وزارة الداخلية العديد من الفعاليات التي تؤكد حرصها على مراعاة حقوق الإنسان، في مقدمتها استقبال عدد من الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة من مختلف المراحل العمرية بمقرات أندية الشرطة بالمحافظات المختلفة. وفي إطار حرص وزارة الداخلية على تحقيق التواصل مع دور رعاية الأيتام ودور رعاية المسنين لتقديم الدعم لهم، فقد نظمت الوزارة زيارات لتلك الدور بنطاق مديريات الأمن، وتم توزيع الهدايا عليهم والتأكيد على الدعم والمساندة لهم والاستعداد لتقديم مزيد من الخدمات لهم، بخاصة الخدمات الجماهيرية الشرطية. نشكر الداخلية ونشكر اللي جابوا لنا هدايا، واحنا شاكرين أفضل جدا، وبنتمنى لكم السلامة دايما يا رب، ودايما مصر بخير وتحت مصر وتحت يا مصر. وتحت مظلة مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية، تواصل وزارة الداخلية تقديم المساعدات العينية للمواطنين في المناطق الأكثر احتياجاً والمناطق الحضرية الجديدة، من خلال شوادر يتم إقامتها لاستقبال المواطنين تراعى فيها الإجراءات الاحترازية أو إيفاد مأموريات إلى أماكن إقامة المواطنين وأماكن عملهم في الحقول والمزارع لإيصال تلك المساعدات إلى مستحقيها. مبادرة جميلة، وربنا يخلينا الرئيس عبد الفتاح السيسي. نشكر سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كتير قوي 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 على المبادرة اللي بيعملها لنا والخير اللي بيعمله في الدولة، والله يقويه. الجهد الإنساني للوزارة ممتد من خلال تيسير الإجراءات على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة للحصول على الخدمات الجماهيرية في كافة المواقع الشرطية التي يتوجهون إليها، حيث يتم رصد هذه الحالات والعمل على اختصار زمن حصولهم على الأوراق والمستندات المطلوبة، وأحياناً يتم توجيه المأموريات إلى أماكن إقامتهم لإنهاء الإجراءات الخاصة بهم في ظل تعذر حضورهم إلى أماكن إصدار الخدمات. منظومة دعم وإعلاء قيم حقوق الإنسان بوزارة الداخلية تضمنت توجيه قوافل طبية إلى السجون على مستوى الجمهورية لتقديم أفضل رعاية ممكنة لنزلاء السجون من خلال توقيع الكشف الطبي عليهم وصرف الأدوية اللازمة لهم، وتتواصل هذه القوافل بصفة دورية على مدار العام. كما تم تنظيم زيارات استثنائية لنزلاء السجون بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وهو ما يأتي في إطار الارتقاء بالرعاية المقدمة لهم، زيارات تنفذ في إطار من الإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان عدم إصابة أي من النزلاء بفيروس كورونا. هذه الزيارات تحقق مبدأ التواصل الأسري بين النزلاء وذويهم كأحد مرتكزات السياسة العقابية الحديثة التي تراعي حق الإنسان وكرامته. ويأتي إحياء تلك الفعاليات في إطار حرص وزارة الداخلية على نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز أطر التعاون مع كافة فئات المجتمع. مشاهدينا، انتهى موجز الأخبار، شكرا لحسن المتابعة.